أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه السبيل. اليوم معنا مجاهرة جديدة، الأخت ميساء الحاتمي من الإمارات. خلونا نرحب فيها. أهلا وسهلا فيك أخت ميساء. أهلين، مرحبا فيك جان، وشكرا لاستضافتك لي في البرنامج. شكرا لك أختي، وشكرا لقبولك الدعوة. أختي ميساء، يعني نحن تعودنا نبدأ بتعريف لشخص الضيف، إذا تفضلتي تعرفي بنفسك للجمهور. أكيد، تسلم لي. أنا ميساء الحاتمي، كاتبة ودارسة هندسة ميكانيكية، عمري 28 سنة، وعايشة حاليا بكاليفورنيا صار لي 4 سنين. أها تمام. أختي، إذا تحدثينا عن النشأة الدينية، يعني نحن بنعرف هي أول خليجية بتطلع معنا بالبرنامج، وإذا بنعرف نحن كلياتنا إنه الخليج شوي نسبة التدين فيها عالية، فإذا بتحدثينا بس عن النشأة والطفولة، الجو الديني، كيف تعرفتي على الدين بالمحيط العائلي؟ تفضلي. تسلم. أول شيء أنا أتمنى أني أشرف الخليج العربي اليوم. أنا طبعا نشأت وولدت وتربيت بأسرة محافظة جدا ومتدينة جدا جدا. مذهبي كان السابق أهل السنة والجماعة. أعتبر أنه أنا نشأت ببيئة أو في بيت طبقت الدين بحذافيرها، بكل كلمة مكتوبة بالقرآن طبقت بالتربية وبكل لحظة من لحظات حياتي، يعني بالمأكل والمشرب واللبس والطلعة والدخلة، كل تربيتي كانت مطبقة بالحرف من القرآن الكريم. أنا حفظت نص القرآن وأنا عمري تقريباً 10 سنين. إحنا كانت عندنا عادة بالحارة اللي كنت عايشة فيه في بيتنا إنه الأطفال يعني أول ما يدخلون المدرسة أو حتى قبل المدرسة، إنه بعد ما يرجعون من المدرسة العصرية من الساعة 4 للساعة 7 المساء نروح للمسجد، وتكون هي مركز تحفيظ قرآن لنفس المسجد اللي بالحارة. فأنا دخلت المسجد يمكن وأنا عمري 5 سنين، حتى قبل ما أتعلم الأبجدية تعلمت القرآن أول شيء، وتقريبا كنت نص المشوار كنت على وشك أحفظ نص أحفظ القرآن. فحفظت نص القرآن وأنا عمري 10 سنين، وتقريبا أنا البنت الوحيدة وأصغر وحدة بالبيت، فيعني تقدر تتخيل كيف كان وضعي كأصغر وحدة بين شباب والبنت الوحيدة. بيتنا ما تسمع فيه أغاني وما في حفلات، وتقريبا يعني بيت إسلامي صالح، بس ما يمنعونك. يعني أنا كنت أسمع أغاني وأنا صغيرة، بس ما راح يقولوا لك لا، ولا ما راح أتعاقب لأن أنا أسمع أغاني، بس راح ينصحوني إنه الأغاني حرام ومسمار الشيطان ومن هالحكي. يعني أبوي من وعيت وهو يصوم الاثنين والخميس، وأعتقد لها اليوم هو ما زال يصوم الاثنين والخميس بغض النظر عن الظروف وبأي شيء، ما يتغير عادة فيه يعني. وأمي أعتقد إن أم تقليدية جدا، يعني كانت متدينة وتلبس النقاب والبيت أغلب الوقت يعني، وأخواني الثلاثة الأكبر مني نفس الشيء، من المدرسة للبيت وبعدين من البيت للجامعة وبعدين من على طول لبيت الزوجية، فصار من الدوام لبيت الزوجية وبس يعني. فهذه تقريبا نشأتي. طيب، إذا لما وصلت لمرحلة نقول سن ال 14 15 16، الدين بضميرك لوين كان واصل؟ لأي مرحلة كان واصل؟ يعني لأي مرحلة وصلت بالتدين؟ خلينا نقول، تفضلي. شوف، بحكي لك بصراحة، أنا كنت متدينة بس كنت ما كان اقتناع، كان مجرد تطبيق، مجرد ردة فعل من التربية. فكنت يعني متدينة بوجهة نظر المجتمع، بس أنا كنت يعني ما كانت رغبة حقيقية مني. من ما أنا كبرت، مع إني كنت يعني عيلة متدينة، بس كنت مش مقتنعة بالصلاة.
يعني هذا كانت مشكلتي الرئيسية مع الدين. يعني الصلاة بحد ذاتها كانت أكبر مشكلة، بغض النظر عن مدى تديني بهذاك المفهوم لو أنا وأنا 14-15 سنة، بس الصلاة كانت عائق كبير. يعني أنا انضربت على الصلاة وتعاقبت على الصلاة وخوفت، تخوفوني على الصلاة والترهيب وكل الأساليب التعذيب الطبيعية اللي مكتوبة بالقرآن والسنة مارسوها، بس ما أعتقد أنه وصل مر علي أسبوع وأنا بحافظ على الصلاة. والسبب بالنسبة لي أنه ما في خشوع، ما في تأمل. يعني هم يطالبونك أنك أنت تحس بخشوع وأنت تصلي، بس أنت يعني خمس مرات باليوم وأنت طالع نازل طالع نازل تتحرك ويمين ويسار، وين الخشوع؟ صعبة، يعني صعبة تقنعني أنك أنت راح تقدر توصل لمرحلة الخشوع وأنت مش قادر حتى تثبت في مكانك، حتى راسك ما يثبت. يعني يعني لو كانت فكرة الصلاة بالنسبة لي عبارة عن يوغا، يمكن شوية أحس أنه راح يمكن أقدر أعمل طريقة تواصل أو اتصال بالعالم الآخر أو بالله أو بأي شيء. بس للأسف الحركة الكثيرة بالصلاة كانت ما تقنعني أنه أنا هذا بهالطريقة أنا أتواصل مع الله. وهذه الفكرة كانت من وأنا صغيرة، يعني أنه حسيتها مش منطقية. يعني فهذا يعني لما كنت في فترة المراهقة. بعدين لما يمكن أول سنة جامعة وعلى نهاية الثانوية بديت أحس بنوع من الفراغ الروحاني بهذاك الوقت، كنت أسميها فراغ روحاني، إنه كنت حاسة إنه بالرغم إني أنا متدينة، خلي موضوع الصلاة على جنب، بس يعني ما كانت عندي هذاك السعادة أو التغذية الروحانية المطلوبة اللي يحسها المسلم اللي هو سيماهم في وجوههم، ما كنت أحس أبداً فيني يعني. فما كنت عارفة شو المشكلة. فهذاك الوقت قناعة وبرغبة بديت أتدين، يعني عشان بس أوصل لهالمرحلة من تغذية الفراغ الروحي. وخصوصاً أنه أنا بفترة نهاية الثانوية اكتشفت أنه أنا عندي ميول مثلية، فكنت معتبرة أنه هالميول عقاب من الله لأنه أنا بعيدة عنه، فخليني أتقرب منه أكثر، خليني أصلي، أحاول أجاهد بالصلاة، وأحاول أنه أوقف أسمع أغاني. ووصلت لمرحلة أني تنقبت حتى، يعني من برغبتي، أنا أبداً ما انجبرت على النقاب، بس أنا تنقبت برغبتي لمجرد أن أعبي الفراغ اللي كنت حاسة أنه هو قاعد يسبب لي مشكلة واللي راح يدخلني لجهنم. فيعني بداية سنة أول سنة لي بالجامعة يعني تدينت تدين صحيح، كل شيء، يعني كل شيء من ناحية اللبس وحتى الأبسط الأشياء طبقت الدين، وكانت برغبة حقيقية مني. يعني جهنم هي مصيبة في أفكار بعقول المساكين، ضحايا الفكر الغيبي. للأسف هذا الجهنم هو اللي يخلينا ما نسوي أي شيء. يا ريت إنه ينفع، يعني في النهاية الواحد حتى يوصل لمرحلة إنه يخبي على الله ويسوي المصايب كلها من وراء الناس ومفكر حاله إنه بعدين راح يتوب وراح يدخل الجنة، خليني أعمل وبعدين راح أتوب. بس يعني حتى هالموضوع مفهوم الجهنم ما نفع إنه تردع الناس أصلاً. يعني والوهم بتم وهم، يعني حتى بعقول الناس. يعني أختي، طيب خلينا نوصل لما كيف بلشتي بالشك بالدين؟ يعني كيف بلشتي أن تقولي في أشياء غلط هون وكيف صارت مرحلة الشك يعني معك؟ تفضل. والله أنا قصت شوية طويلة، طولت لما وصلت لمرحلة الشك. خذي راحتك وحكي لنا إياها. السلام عليكم. ماشي. هو كانت بالضبط بعد ما كملت التدين في رأيي وتنقبت وكل شيء، بعدين حسيت إنه لا، مش ضابطة. يعني لا ميولي تغيرت ولا الفراغ تعبى ولا في شيء صح. يعني فبديت أشك أول شيء بالمذهب اللي أنا فيه. هذا كان يعني أقصى إلحادي بهذاك اللحظة. ما كانت عندي مفهوم الإلحاد نهائية، ما كان موجود حتى بالصورة، ما كان عندي فكرة شو يعني ملحد.
غير اللي نسمعه انه الملحد شخص يعبد الشيطان ومش عارف ايش ومن هالحكي، فما كنت عارفه هو شو هو مفهوم الالحاد في ذاك اللحظه. بس صار عندي شك بمذهبي اللي انا فيه واللي انا تربيت عليه، بس الشك كان انه هالمذهب ما يناسبني. انا ما اقول انه مذهب السنه والجماعه غلط او اهلي غلط او اخواني غلط، بس اقول انه هالمذهب ما يمشي علي، لازم نشوف شيء ثاني. فهذه كانت البدايه. فبديت ادور وشويه فضول، وانا يعني احنا يعني بالامارات في عندنا نسبه لا باس بها من الشيعة، فبالمدرسه كنت ادرس مع الشيعيات وبالجامعه نفس الشيء. فكانت في وحده صديقه مقربه لي كانت كثير يعني شيعيه متدينه يعني، فرحت لها وقلت لها انا حابه منك تعطيني كتب يعني بلب الشيعة يعني مثل الصحيح البخاري عندنا، أبي شيء من المصدر مباشرة. لأنه لما تعمل سيرتش بالبحث بالإمارات من هم الشيعة ولا شو هي الشيعة ولا أي شيء، أي بحث تسويه راح يطلع لك شتايم وردح ومصايب وتلفيقات وأكاذيب وصور مركبة. ويعني أنا ما أقول إنه ما فيها صحة، فيها نوع من الصحة، بس الغالبية تكون مجرد تلفيق وكذب. فقلت لها أنا ما أبي أتبع بالبحث التقليدي، أنا حابة أنت تعطيني مصادر موثوقة من عندك وكتب عشان أقرأ يعني. بس وما طبعاً ما بينت لها أني أنا مهتمة بالموضوع، بس قلت لها مهتمة بأني أنا أتشيع أو شيء، بس قلت لها أنه مجرد حب استطلاع وفضول يعني. قالت لي أوكي، والبنت ما قصرت، أعطتني كمية كتب وروابط، وتقريباً يعني يمكن 6 شهور لـ9 شهور وأنا أدور وأقرأ. وآخر كتاب قريته كان اسمه ثم اهتديت للتيجاني، كتاب كان عامل ضجة بهذاك الفترة يعني، ويلا اقتنعت قلت أوكي خليني أجرب يعني. حبيت المذهب لسبب واحد رئيسي، إنه حسيت إنه فيه نوع من تغذية الروح أكثر من المذهب السني. المذهب السني عملي جدا يعني، صلي وصوم وروح الحج وسوي، لا تسمع أغاني وألبس كذا. بس المذهب الشيعي عندهم كثير محاضرات وعندهم نشاطات أسبوعية وعندهم العاشورة والمأتم والبكي، فيعني في شوية أكشن على شوية يعني حركة يعني. فحسيت إنه هالشيء شوية احتمال يغذيني روحياً، مش مجرد إني أطبق الدين يعني مجرد بالعمى يعني. فتشيعت وظليت شيعية تقريباً 1 سنة كاملة، وحضرت حتى عاشورة ورحت المأتم وبكيت للحسين. طبعا هالكلام كله شيء مهم جدا، لانه طبعا هالكلام كله صار من وراء اهلي، لانه اي سني انت عارف اكيد انه عندهم نظره. بس دقيقة اختي، انا بالفعل مسألة البكاء للحسين انا يعني شغلتني يعني بحيز. كيف ممكن تطوعي مشاعرك وتبكي لمجرد انك اعتنقتي هالمذهب هذا لشخص لا بتعرفي من قبل، لا واجهتي، لا بتعرفي عنه يعني غير المكتوب بالكتب والاشياء، كيف انه ممكن تطوعي مشاعرك وتقدري تبكي عليه؟ تفضلي. صحيح، هو لشخص مات صار له تقريبا 1400 سنه، والناس بكل سنه ترجع تبكي بنفس الطريقه. هو يعني شوف، انا بالنسبه لي أنا يمكن حتى ما دمعت عيني، بس مجرد أنه كنت بالمأتم وشفت الناس تبكي، فشوية كانت نوع تأثير عاطفي لا أكثر. ما أعتقد بصراحة أني بكيت، بس هم بالنسبة لهم أنه قضيتهم يعني القضية الأساسية، قضية الشيعة هي قضية الحسين يعني. هم بالنسبة لهم كل سنة يبكوا على القضية تبعهم أكثر ما يبكوا على الحسين. كل شيء صار للحسين أثر على نظرة الناس ليهم، أو أثر على مذهبهم، وصاروا يحسون حالهم المظلومين بكل النواحي بسبب المعارك اللي صارت يعني بسبب علي وبعدها الحسين. فيعني بالنسبة لهم البكي هذا يمثل قضيتهم كثر ما يكون مجرد بكي على شخص مات من 1400 سنة يعني. يحسوا حالهم احنا مظلومين، واحنا اتبعنا واحد انقتل بطريقه بشعه، فلازم نرجع نبكي ونتذكر حالنا احنا ايش قد مظلومين من يعني اللي حوالينا. انا اسف على المقاطعه يعني، تفضلي كملي مراحل الانتقال. لا ولا يهمك، باي وقت.
فهو بنفس الفترة العاشورة اللي هو العشر الأوائل من المحرم، صدفة بطريقة يعني ما أعرف عفوية أهلي عرفوه يعني خلال فترة العشر، خلال فترة عاشورة يعني، فعرفوا وصارت قامت القيامة ما يقولون، وصار في استجواب وطلعت من الجامعة وشالوا مني السيارة. طبعا هم يعني على طول يعني لازم يلومون أحد أو يلاقون مسبب للموضوع، فلاموا الجامعة إنه الجامعة قاعدة تغسلك دماغيا وقاعدة تبث أفكار سمية بعقلك، فأنت لازم تتركين الجامعة وتصب الجامعة وأنت مكانك البيت أصلا. وصار يعني شتايم، وتعاملوني المضحك أنه عاملوني معاملة المرتد، لأن هم بالنسبة لهم أصلا أو بسنة بشكل عام يشوفون الشيعي شخص مش مسلم أصلا، أنه هو يعبد علي أو يعبد الحسين، عندهم هالفكرة، فيشوفون أنه ما يعبد الشيعي ما يعبد الله فهو مشرك فهو كافر. فأنا عاملوني معاملة المرتد يعني، فصاروا حتى أنه ما يأكلون معي، لأنه في حديث صلعهم خبرهم أنه الشخص ما يأكل مع الكافر. واو. كان ما في بيننا أي تواصل، فأنا قررت بذاك اللحظة أنه أحبس حالي بالغرفة وأتجنب الشر والخير كله. فظليت على هالحال تقريبا يمكن شهرين أنا يعني محبوسة في غرفتي برأتي، ووقت ما هم يختفون يروحون ينامون هذاك الوقت أروح أدور لي على شيء أكله وأرجع لغرفتي. ظليت على هالحال صدقني يعني تخيل شهرين. أنا ما يعني بهذاك اللحظة أنا ما كنت أشوف إنه أهلي غلط، ولا ما كنت أشوف السنة غلط، ولا ما كنت أشوف إن هم بضلال أو إنه أنا الصح ولازم إن أنتوا كلكم اللي بالبيت تشيعون. لا بالعكس يعني أنا محترمة، بس أنا هذا الشيء يناسبني، هذه حرية شخصية. أنا ما انولدت ما اخترت إني أكون سنية، ما اخترت إني أكون مسلمة، هذا كان شيء صار وانولدت على هالشكل. فكنت مقتنعة بذاك اللحظة إنه أنا عندي الحرية الكاملة إني أختار المذهب اللي يناسبني، أختار الشيء اللي يناسبني. يعني I think كل شخص يحتاج على الأقل فرصة واحدة في حياته أنه يختار المذهب أو الدين أو الفكر أو أي شيء. فأنا هذه كانت فرصتي بهذاك اللحظة يعني، فكنت مستنكرة ليش أنه أهلي بكل بساطة يعني أنه قاعدين يدافعون عن شيء أنتم ولدتوا عليه، أنتم ما عارفين أصلاً يعني، أنتم ما اخترتوا هالشيء. وبنفس الوقت اوكي دافعوا عن مذهبكم ودافعوا عن دينكم على كيفكم، بس ما تقدرون تفرضون علي، انا عندي عقل وعندي قناعه، وحتى لو كنت غلط يا اخي اوكي اخترت شيء غلط وطريقه ما راح الاقي الدرب الصح يوما ما، بس مش لدرجه انك انت خلاص تعاملني كاني انا ما عدت من اهل البيت، وانه انا راح ادخل النار، وانه انا مرتده، وانه انا خلاص يعني ابوي كان على وشك يتبرى مني يعني كلمة واحدة ويقول إنه أنت مش بنتي يعني. فأنا كنت جتني حالة صدمة يعني، كانت أول صدمة أتعرض لها كانت بهذاك الفترة يعني، لأنه قلت يعني الواحد المفروض ما يفكر يعني، المفروض الواحد ما يختار يعني، المفروض الواحد يظل هيك كأنه أعمى ويمشي، وحتى لو قلبه مال لشي غلط المفروض إنه يكفي يعني، حتى لو كان تعيس طول حياته، حتى لو كان عنده فراغ طول عمره مش مهم يعني. فكانت هالشي شكل داخلي صدمة كبيرة يعني. فبس بنفس الوقت ما يأس، حاولت إني أكلمه وأحاول أبين لهم إنه يا جماعة أنا ما أكرهكم، أنا ما عندي شي ضدكم يعني، فهموني إنه هذا كان شي شخصي بحت يعني. فآخر شي بعد أخذوا عطى قرروا إنه يعملون معي مناظرة، طبعا مش بالمفهوم اللي أنت تشوفه، بس تقريبا كانت مناظرة، بس كانت مع أمي وأبوي وإخواني الثلاثة يعني، وأنا الطرف الآخر متخيل أنت. وأنا قبل فترة البحث قررت أنه أشتري صحيح البخاري اللي هو أبو 7000 حديث كان عندي، وكنت أقراها فترة طويلة، وكنت ما يعني صعقت يا جام من الأحاديث اللي موجودة فيها، لأنه اللي يعلمونا بالمدرسة هو الإسلام الكيوت you know؟ المنقح ومختار بعناية ويحطوا لك إياها بالمنهج، بس لما تمسك الكتاب نفسه راح تنصدم. وأنا أقدر أقول لك حالياً
بكل ثقة أنه أول كتاب أهداني إلى الإلحاد هو صحيح البخاري، لأنه صدمني بمحمد وصدمني بالصحابة وصدمني بالله، يعني شفت أحاديث وأنا يعني مصدومة. ففي كانت كمية أحاديث بصحيح البخاري نفسه ضد السنة نفسهم، يعني الأحاديث تحكم بصالح الشيعة وصالح علي وكل يعني ما أتذكر حالياً، اللي صار تقريباً الموضوع 6 سنين، بس الأحاديث كانت عبارة يعني إنه صفعة في وجه كل سني، يعني إن هذا كتابك الأول بعد القرآن يقول هالكلام يعني. فأنا كنت حاطة مؤشرات على كل هالأحاديث، فلما بلش دخلت على الغرفة وأشوف إخواني وأمي وأبوي بالغرفة ونادوني، فعرفت إنه راح تصير المناظرة، فقلت لهم لحظة شوية، رحت على حجرتي وجبت الكتاب معي وقعدت أتكلم وياهم وقاعدة أواجههم بالأحاديث اللي موجودة. تخيل يعني مش مصدقين إنه هالأحاديث موجودة بالكتاب، يقولوا لي أنت كذابة، أقول له تعال شوف هالحديث موجود بكتابك، يعني هذه النسخة الأصلية، أنا مش حتى مش جايبتها من النت يعني. فكانوا مصدومين، بس للأسف يعني أنت عارف الكبرياء يعمينا والجهل كمان يعمينا، فكان ما كانوا يعطوني مجال أتكلم يعني، فصار المناظرة عبارة عن شتايم وتهديدات وسكتي وانتي غلط والله يهديك ولازم مش عارفة ولازم ترجعين سنية. فآخر شيء أنا سكت وانتهى المناظرة، وبعد تقريبا خلال شهر قررت إنه أقول يلا، رحت لهم وقلت لهم خلاص أنا راح أرجع سنية اللي تبونه يصير، بس رجعوني على الجامعة وخلوني أعيش حياتي بطريقة طبيعية أنا وحياتكم، رجعت سنية يعني. طبعاً هم كانوا عندهم شك إنه الكلام بس مجرد يعني كذب مني، بس اختاروا يصدقون عشان بس يبرون ذمتهم إنه احنا نصحناها وهي قالت ان راح ترجع سنية، فاحنا خلاص يا الله لا تعاقبنا، احنا هديناها يعني. بس كنت عارفة بقرارة نفسهم ان هم عارفين انه انا بس مجرد انه كانت كذبة عشان بس ارجع للجامعة يعني. فبس بهذاك الوقت انزرعت البذرة الاولى يعني، بلشت اقول يعني معقولة الناس مجرد ان هم انولدوا بمذهب مش مذهبهم قاعدين يدافعون بهالشكل ويهددون، وكانوا على وشك، كنت حاسة خلاص حياتي على المحك يعني. قلت معقولة انه ناس مش مختارة حتى مذهبها ولا دينها تحارب بهالشكل؟ طيب شو اللي يثبت لي انه السني صح؟ شو اللي يثبت لي انه الشيعي صح؟ وبلشت اسأل نفسي، وبعدين كبرت الدائرة وقعدت اقول شلون شو اللي يثبت لي انه المسيحي صح واليهودي صح والبوذي صح وال وال وال. فهذاك الوقت قلت راح أتجنن إذا حدور على الصح حالياً، لأنه كل مذهب إذا تعمقته بحيادية راح تقتنع فيه بطريقة أو بأخرى يعني، إذا ما أنت ما كنت مايل للشيء الثاني يعني. حالياً المسلم إذا مسك الإنجيل راح يكون الردي هو عاطفي نحو الإسلام فما راح يقتنع، بس إذا أنت قريتها باقتناع راح تقتنع ولو 1% باللي أنت قاعد تقرأ يعني. فقلت أنا راح أتجنن، خلي الأديان كلها على جنب وخليني أنا شارية راحة ضميري ومرتاحة، واللي راح يصير يصير. ومن هذاك الوقت أنا أعتقد أني أنا ألحد، بس أنا ما كنت عارفة مفهوم الإلحاد أنه أنا حالياً ملحدة لما وصلت لهالفترة. فظليت على هالحال تقريباً سنة أو سنتين، أنا بهذاك المرحلة لا أصلي ولا شيء، كل شيء خلاص تخليت عنه وتخلصت من كل شيء فجأة يعني، حسيت أنه كل شيء صار مشبوه بالنسبة لي يعني، كل شيء يدعو للشبهة، فخلص أتركي كل شيء وأعيش بعقلي وبفطرتي اللي أنا الإنسانية وبس. أنا أقدر أميز الصح من الغلط من غير ما أحتاج لكتاب ولا أي شيء يقول لي لا تكذبين ولا تسرقين ولا تقتلين. أنا أوريدي عارفة كإنسانة إنه أنا مفروض ما أسوي هالأشياء، وإني أنا ما أؤذي أي أحد بغض النظر عن الحجة يعني وبس. وبعدين آخر شيء تعرفت على صديقة مقربة اللي هي كانت عرفت على حالها أنه هي ملحدة، فهذاك الوقت عرفت أنه أوكي هذا يسمونه إلحاد وأنا حالياً ملحدة يعني. طيب أختي، يعني حاولتي أنت مثلاً غير صديقتك، حاولتي تعلني إلحادك مع أصدقاء غيرهم
تلمحي للعائلة أو لأقاربك، يعني المحيط اللي أنت فيه؟ لا بصراحة أنا بعد تجربتي مع أهلي موضوع التشيع قلت ولا أفكر حتى بحلمي إنه أحكي لهم إنه أنا حالياً ملحدة يعني، فاضطريت إنه أعيش بازدواجية وأعيش بنفاق يعني، كنت بالبيت أمثل إني أنا أصلي وأطلع من البيت وأنا محجبة وأعمل كل الأشياء اللي، وطبعاً أمثل إني أنا صايمة، ولما أطلع برا أعيش حياتي. فكنت عايشة تقريباً بازدواجية بشكل غريب ومتعب، بس عملت صفحة على الفيسبوك باسم وهمي وبشخصية وهمية وكنت فيها معلنة إلحادي، فتعرفت على كثير ملحدين يعني عن طريق الفيسبوك، وتعرفت على بعضهم على أرض الواقع يعني، بس من المحيطين فيا كأصدقاء وأهل لا نهائياً طوال الفترة اللي كنت فيها بالإمارات. طيب أختي، إذا بتحدثينا بس هيك عن المرأة الخليجية عموما وما تعانيه من اضطهاد وتجاهل لإنسانيتها ودورها في الحياة العامة والخاصة. أكيد المرأة الخليجية للأسف إحنا عندنا شوية صورة مناقضة يعني، لما الواحد يقول لك مرأة خليجية راح على طول يتخيل وحدة سعودية وما تقدر تسوق ولازم ما تسافر من غير محرم، أو إنه هي ما تقدر تطلع من غير محرم من هالحكي، أو راح يكون المناقض تماماً راح يشوف دبي والعمارات والبنيان فراح يقول أو هذه المجتمع كثير متحضر وكول وأوبن وما عندهم مشاكل مع نسوانهم يعني. بس الحقيقة إنه ما في خط واحد يعني، أنا ما أقدر أقول لك إنه أنا أمثل المرأة الخليجية، لأنه المرأة الخليجية أو حياة المرأة الخليجية تعتمد اعتماد شبه كلي على العيلة اللي تربت فيها يعني، هي تمارس حريتها أو تمارس حياتها الشخصية بناء على البيت اللي هي فيه، فسواء كانت العيلة متفتحة أو متدينة هالبنت راح تطلع تقريبا على نفس الشاكلة يعني. بس الشيء الوحيد اللي يجمع بيناتهم إنه إحنا عنا عادات وتقاليد ودين يحكمنا وقوانين تحكمنا إنه الكل عارف فيها يعني، راح يقولون حاليا أوكي المرأة بدبي مثلا حرة، بس يعني أنا ضد هالفكرة تماما، لأن الحرية عندي إنه غير عن الاحتياجات الرئيسية إنه أنا أقدر أختار بنفسي الشخص اللي راح أرتبط فيه، أختار شو راح أشتغل، أختار شو راح أدرس، أختار إنه أنا شو راح أكل، أختار إنه أنا شو راح ألبس. يعني لو طبقت الخمس الأشياء على المرأة الخليجية راح تلاقي إنه كله ما في اختيار أصلاً يعني، ما تقدر تقنعني إنه في واحدة مرأة خليجية دخلت على أهلها وقالت لهم ترى أنا لزبيان وحابة بنت وبكرة رح نتزوج وتعالوا اخطبوا لي إياها يعني، أو أنه خلينا على المثلية لأنه هي مشكلة أقول مشكلة عربية، خلينا نقول أنه والله حابت لها واحد باكستاني أو حابة السواق تبعها وحابة ترتبط فيه يعني. ما أعتقد أنه في أهل أو عائلة خليجية رح تقبل لهالبنت أنها ترتبط بالسواق لو شو ما كان التفهم والتفتح اللي تعيشها هالعائلة. نجي للشغل يعني نفس الحال يعني، أوكي في وظائف معينة هي موجودة بس للمرأة الخليجية يعني، ما راح أعمم، في كثير وظائف للمرأة الخليجية ما تقدر تشتغلها، بس يعني الواضح أكثر راح أقول لك يعني رقاصة زين ما راح تقدر تقول والله أنا حابة أحترف الرقص يعني. فيعني مثل ما قلت لك نفس الشيء بالأكل يعني، ما راح تقدر ترجع البيت وهي جايبة معاها كحول ولا جايبة معاها خنزير ولا يعني، راح يتحكمون بالأكل ولا بس نفس الشيء يعني، ما راح تشتري بكيني وتقول لأخوها والله أنا بكرة رايحة على الشاطئ راح أشوف البنات وراح ألبس البكيني على الشاطئ يعني، فما راح تقدر تقنعني بغض النظر عن هالبنت إن هي حرة سواء كانت عايشة بدبي ولا بالسعودية ولا بأي مكان، طالما يحكمها هالأشياء إنه أشياء البسيطة اللي أي شخص حق طبيعي هو حتى مشي هو حق إنه المرأة الخليجية تقدر تعيشها يعني. بس هي حرة بشيء واحد إنه تختار إنه هي ترضخ لهالشيء ولا لا.
هي 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 بس هالحرية اللي عندها، إنه هي هل هي تقدر تتقبل إنه أهلها يختارون كل شيء، ولا إنه هي تقول لا يعني. وأنا عارفة إنه ما راح أعمم، عارفة إنه في علاقة صعبة إنك تقول لا، لأنه كلمة لا راح تكلفك حياتك يعني، بس إلى حد ما لازم يكون في مخرج يعني. بس للأسف إنه المرأة قبل لا أحد يعطيها حقوقها، هي المشكلة متخلية عن حقوقها. يعني هي مقتنعة إنه هو هذا الصح، هي مقتنعة إنه أهلي اللي لازم يختارون لي عريسي، هي مقتنعة إنه أنا لازم أغطي شعري وإلا راح أدخل النار، هي مقتنعة بهالأشياء. فصعبة جدا يعني، صاير اللي يعني أنت عارف أسوأ أنواع العبودية، إن الواحد ما يعرف حاله إنه هو مستعبد. وهذه هي اللي إحنا نعانيها، إن إحنا أغلب النساء مش عارفين أصلاً إن هم مستعبدات يعني. فصعبة لما يوصلون لمرحلة إنه يستوعبون استعبادهم، وبعدين يلا يبدون إنه يحاولون يحاربون من أجل حريتهم يعني. للأسف يعني هذا خصيل الدماغ الديني الموجود عندنا بالعالم الإسلامي كامل. أختي طيب، يعني هلا مثلاً أنت قلتي إنه عندها اختيار ترفض أو لا، طب إذا رفضت، إذا اختارت إنه ترفض، شو العواقب؟ شو يعني أنا أعتقد إنه أنا بالمجتمعي، مجتمعي سوري أظن ما بفرق كثير عن المجتمع الخليجي يعني. أكيد المرأة ليس لها حق ترفض أصلاً يعني، إذا حتى فكرت ترفض فأكيد في عواقب وخيمة راح تكون يعني. تفضلي. أكيد أكيد معاك بهالشيء، إنه الثمن اللي راح تدفعه يمكن يكون حياتها مثل ما قلت قبل شوي، بس يعني أكيد راح تقدر تلاقي مخرج يعني بأي شكل أو بآخر يعني. العقاب أكيد راح يكون وخيم، بس أنا مستعدة إنه أنقتل أو أتعاقب أو أسوي أي شيء، ولا إنه أنا على الأقل أقول لنفسي إنه أنا ما حاولت يعني. نحاول، ما راح نخسر شيء يعني، بس إن أنت ترضخ لهالعبودية وتحاول إنك تقنع حالك إنه هو هذا الصح يعني. الزوجة اللي تزوج عليها رجلها ثلاثة يعني، الشيء الوحيد، السبب الوحيد اللي خليها تقبل بهالشيء الجرم الكبير إنه الدين قايل هالكلام. بس يعني كغريزة إنسان أو كغريزة امرأة، صعب أن تقبل إنه هالشخص مع ثلاثة غيرها يعني. بس تلاقي إنه أغلب النساء للأسف الشديد يقبلون بهالشيء باسم الدين أو بشكل أو بآخر. فمثل ما قلت إنه الثمن راح يكون وخيم، وإذا وحدة قالت لا، احتمال كبير إنه هالشيء يكلفها حياتها أو أي شيء ثاني. بس حاولي تلاقين مخرج يعني، مش بالضرورة تقولين لا شفهيا يعني بالتصرفات، لمي غرابك تطلعي من البيت والله كريم يعني. احنا ما راح نقدر نحصل حقوقنا إذا احنا ما حاربنا، احنا ما راح نحط ايدنا على خدنا وننطر انه يكون في حقوق للمرأة، لانه الرجال عاجبه الوضع، الرجال عاجبه، اغلب الرجال عاجبهم الوضع اللي هم فيه، فهم ما راح يغيرون شيء، لان هم المستفادين الاولين والاخرين من هالوضع يعني. فاذا انت ما حاربتي حريتك فخلص يعني، لا تقعدين تتذمرين من وضعك ولا شيء يعني. انت اوريدي ما عملتي الجزء المطلوب منك انك انت تسوين على الاقل خطوه واحده اضعف الايمان انه تسوي تحدث اي تغيير يعني اي شكل او باخر. انه المراه وصلت لمرحله اغتسل دماغها، وهي ضحيه كمان يعني، انه صارت تدافع عن الجلاد تبعه. وحتى الرجل الإسلام حول الرجل المسلم إلى رجل عاهر للأسف يعني. طيب أختي، في عندي سؤال هون بيقول، أنت كملحدة كيف بتحاولي، بس خليني أقرأ السؤال، لأنه كيف بتقدري تخفي إلحادك خوفا من الاضطهاد مثلا يعني؟ كيف تقدر تعيشي يعني؟ هو الملحد الخليجي أو العالم الإسلامي عموما يعني بيعيش بنفس المرحلة، ما هو شرط أنه بس تكون مرأة يعني، حتى الرجل الملحد بيعيش نفس يعني. كيف بخفي الحادة وكيف بتعامل مع المجتمع يعني؟ بدأ
أظن النفاق شغلة هيك يعني بتكون. تفضل. سوري جان، بس حابة أضيف شيء للنقطة اللي قلتها يعني قبل لا أجاوب على السؤال، إنه يعني الرفض مش بالضرورة يكون لفظي، أو يعني أنت حتى لو راح تعمل تفتح بلوج وتقعد تكتب عن حقوق المرأة أو تكتب عن شيء باسم وهمي بشخصية وهمية مش مهم، بس إنه تساهم ولو بخطوة بسيطة إنك تسوي شيء. يعني ما قاعد أحاول أدعو للسعوديات إنه يعرضون حياتهم الخطر عشان يروحون يسوقون، لا، بس يعني خطوة واحدة تعمل الفرق يعني. فهذا اللي حابة أوصله. أما بالنسبة كيف راح يعيش الملحد الخليجي أو الملحدة الخليجية، هو بصراحة ما في فرق، يعني الفرق كثير بسيط، سواء أنت رجل أو امرأة، كونك أنت خليجي بمجتمع خليجي وملحد معناته أنك أنت لازم تكون متربي على النفاق والمجاملة والإزدواجية درجة أولى، لأنه صعب يعني لازم بطريقة أو بأخرى تعرف تخلق شخصيتين. يعني حتى لو كان أهلك منفتحين وعارفين أنك أنت ملحد، إذا كانوا أهلك يعني إلى حد ما منفتحين، بس راح تضطر تروح للوزارة، تروح لهيئة حكومية، تروح لأي مكان تشوف إن شاء الله بعرس وشفت شيخ جاي يزوج، راح تضطر أنك أنت تمثل أنك أنت تقرأ الفاتحة أو whatever، بس لمجرد أنك أنت ما تبين للي حوالينك أنك أنت ملحد، أنا ما تعرف. وهذا الشيء، هذا الشيء مخيف يعني. الواحد يقدر يستدرجك، الواحد يقدر ياخذ اسمك يوديك ورا الشمس، وغير هذا، غير عن العواقب القانونية أو الدينية الكافية أنك أنت تحس حالك منبوذ بالمجتمع، أنه أهلك ينظرون لك بنظرة أنك أنت، سواء نظرة شفقة أو نظرة كراهية، أو أنك أنت من عبادة الشيطان، وأنه إسرائيل قاعدة تدفع لك بالملي بالساعة على كل لحظة أنت تعلن فيها ألحادك بأي شكل من أشكال، بس أنك أنت راح تعيش بشكل مزدوج غصبا عنك، يعني أنت مضطر هالشي، لأنه خصوصا مثلا يعني أحكي لك واحد يكون أخ يكون يعلن إلحادة ومطلع صورته، يعني عارف في النهاية أنه أخته راح ينخرب بيتها، بنتها يمكن تتطلق، يعني أنه الموضوع الإلحاد ما راح يكون له علاقة فيه هو بس، العيلة كلها والمجتمع واسم العيلة والشرف وكل، يعني كل الناس راح تتأثر من وراء مجرد أنك أنت ما عندك فكر مختلف عنهم يعني. فما لك حل أنك غير أنك أنت تنافق وتزدوج عشان تخلي الماء يسري يعني. وللأسف ينوع حتى لو يعني في بعض الخليجيين، يعني أنا قابلت خليجيين عايشين هنا بأمريكا يعني، وأنا واحدة منهم يعني، بس فكرة هجرتك لبرا ما راح يوقف ازدواجيتك يعني، لأنك بشكل أو بآخر راح تضطر أنك تتواصل مع أهلك وتتواصل مع أصحابك اللي هناك وتكون open بالفيسبوك، فكل الناس راح تعرف. فحتى لو أنت برا كملحد خليجي، مجرد أنك أنت تعلن إلحادك يمكن أختك تطلق بالسعودية يعني، مجرد أن زوجها يشوف أنه والله أخوك ملحد يعني. حتى للأسف الشديد حتى بعد ما تسافر راح تعيش بازدواجية مرة ثانية بشكل أو بآخر يعني. أنا مثلا حاليا أنا أهلي عارفين أن أنا ملحدة وخلاص يعني، لا حول له ولا قوة، أنا أوريدي برا. فكل ما أتكلم مع أمي مثلا يعني، هي يعني أهلي بعدهم لهاللحظة مش فاهمين شو يعني إلحاد، مش فاهمين مفهوم الإلحاد لهاللحظة، وفي عوائل كثيرة بنفس الشكل لسه مش عارفين شو يعني، شو يعني انك انت تكون واحد ملحد. فبعد فترة والثانية يجي رمضان وتقول لي ها كيف كان الصيام برمضان؟ انا ملحدة ما اصوم، بس يعني انت فاهمني هم مش فاهمين يعني. فتضطر يعني في ذاك اللحظة الا انك ترجع تصدمها مرة ثانية، وأوريدي انت تعبت وخبرتهم وتبهدلت، وترجع مرة ثانية وتشرح لها انك انت ما تصوم، فشو راح اسوي؟ راح اقول لها اوكي الصيام اوكي يما يعني وخلصنا، ما راح أقعد أحاول إنه يعني. فبهاللحظة أنا أعتبر حالي إن أنا كنت عشت ازدواجية ولو لحظية يعني، إنه ما أقدر أكون 100% ملحدة برا يعني، لأنه صعبة كثير، خصوصا لما تتعامل مع شخص
مش فاهم او ما عنده الفكر المطلوب انه هو يستوعب شو يعني انك انت تكون ملحد. يعني يعني اظن انت جاوبتي على سؤالي كمان، هو الثمن اللي بتوقعه الملحد او الملحده في الخليج انه قبل ما يخطو ويعلن الحاده او شيء، يعني قبل ما يلحد الثمن الغالي الباهظ للاسف يعني يتوقعه الانسان قبل ما يخطو الخطوه ويلحد. يعني اظن انت جاوبتي على السؤال هذا. طيب كيف تنظر الوسط المجتمع الخليجي عموما كيف ينظر للشخص الملحد؟ تفضل. والله هو يختلف من شخص لاخر، بس غالبا يشوفون انه هذا الشخص يعبد الشيطان او عميل لاسرائيل ولا مغسول دماغيا ولا مسحور. في ناس راح تشوفك بنظرة شفقة وراح يقول مسكين هذا راح يدخل النار وهذا مش عارف شو عاملين له ومش فاهم هو شو مسوي، او في ناس راح تنظر لك بنظرة تقزز ويقول هذا حابب يمارس الشهوات ويغرق بالشهوات ولهالسبب ألحد، مش محترم انه هالدين منقحك ومربيك ومخليك انك انت ما تفكر تسوي شيء خارج اطار الزواج او انك انت ما تشرب. فيعني يشوفونك بشكل او باخر طريقة سيئة، يعني راح تكون مش حلوة. فالحل انه ساعات انك انت تحتاج انك انت تمارس الالحاد بس ما تعلن انك انت ملحد، يعني اشرب وسوي. وانا ما اقول انه الالحاد هو عباره عن شرب، بس انا احكي بشكل عام، يعني انت سوي اللي تسويه، يعني اترك الصلاه ومش عارفه شو، بس لا تقول انه انا ملحد، لا تقول انه ما في الله، لا تقول انه محمد عباره عن كذبه او خدعه تاريخيه، او لا تتكلم او ما تسمي الاسماء باساميها. بهالطريقة أنت راح تقدر تعيش بأمان، يعني إذا ما قدرت، إذا اضطريت أنك أنت تعلن الحادك، هذا الشيء راح مثل ما قلت لك أنه راح تخليك الناس تشوفك بنظرة كثير سيئة، يعني واحتمال تخسر شغلك، احتمال يأثر عليك يعني بشكل خاص. يعني طيب ميساء، برأيك أنت يعني في أهمية إنه هلا نحن كملحدين، يعني بصراحة إذا ما حكينا ما حدا راح يسمعنا، لازم نحكي حتى الناس تسمعنا حتى نوصل صوتنا. برأيك شو أهمية الإجهار بالإلحاد؟ يعني خلينا بس نغض النظر هلا عن موضوع إنه العواقب وهالمسائل هاي، بس شو حدسينا شو هي خلينا نقول أهمية الإلحاد، أهمية الإجهار بالإلحاد؟ تفضلي. أعتبر أنه هو كثير مهم، يعني أعتقد أنه كل ملحد عنده واجب أنه يجاهر بالإلحاد بشكل أو بآخر، يعني لأنه التغيير لازم يبدأ من الداخل، ولازم أنه إحنا نسوي شيء عشان نوصل لمرحلة أنه يكون في كل بيت ملحد ولا اثنين ولا ثلاثة. لأنه الفكرة أنه أنا ما عندي مشكلة مع الدين، يعني أقصد ما عندي مشكلة أتعامل مع المسلمين، يعني إذا شخص قال لي أنا مسلم أنا ما راح أقول له لا تتكلم معي أنا ملحد، يعني راح أتعامل معك إذا حسيت أنك أنت محترمني وأنك أنت ما يهمك أنا شو الباكراوند تبعي للدين، ما عندي مشكلة أتعامل معك، ممكن نكون أصحاب ما نعرف. أنا هذه للأسف أنا ما راح أعمم، بس أغلب المسلمين اللي راح يتقبلوني هم من المسلمين الكيوت اللي مش فاهمين دينهم أو مش عارفين دينهم صح أو مش متربين على الدين بالشكل الصحيح، مش عارف شو موجود بالقرآن. فلهالسبب أنت أوكي، لأن أنت لو كنت فاهم دينك راح تعرف أنه أنا لازم أنقتل قدامك، يعني فاهمني. بس لهالسبب لهالهدف انه انا ما اوصل لمرحله انه انا اقول لاحد انه انا ملحده واخاف على حياتي، حتى لو كنت انا هنا بامريكا، لازم انه انا اجاهر بالالحاد، ولازم انه اسوي شيء عشان ابين الناس، احاول اوعي، يكون في نوع من التوعيه بحيث ان الناس ما تفكر والله هذا ملحد يعني هذا يعبد الشيطان ولا هذا قاعد
محرر مع محلل على نفسه كل شيء، محلل على نفسه أمه وأخته، اللي هو الكلام اللي نسمعها دائما دائما، إنه مجرد إن الواحد يسمعك إن أنت ملحد. لازم نغير هالفكرة عشان الناس تقدر بشكل أو بآخر إنه تفصل ما بين دينها والموروثات وإنه مع تعاملها معك. وهذا ما راح يصير وإحنا قاعدين ومتخبين، بس بنفس الوقت أنا ما أنصح بالإلحاد إذا راح يأثر على حياتك. إذا أنت عايش في مجتمع أنت عارف ومتيقن أنه أنك أنت راح تنقتل، طبعاً ما راح تدخل على الدواعش وتقول لهم أنا ملحد، يعني أنت عارف النتيجة مسبقاً، فتغير بطريقة أو بأخرى، أو تنظر لما تكون عندك الفرصة المناسبة أنك أنت تكون بأمان. لأنه هذا الصوت، هذا الشخص، إحنا الملحدين نقيم ونعرف قيمة الإنسان. إحنا بالنسبة لنا الدم كثير مهم. أنا ما راح أنادي بالحرب، وأنا شخصياً ضد العنف، وما عندي أي تساهل مع القاتل بغض النظر عن المبررات. فأنا ما راح أقبل إنه في شخص ملحد ينقتل ببساطة لمجرد إنه هو قال عن الإلحاد، لأن دمه وروحه وحياته مهمة جداً بالنسبة لي، وهذا الشخص هو اللي راح يعمل تغيير حتى لو كان بسيط، بحيث انه احنا نحصل حقوقنا. يعني بالضبط، يعني مساله انه الملحد اذا الحد راح يحلل لامه واخته، الحكي الفاضي هذا يعني للاسف خصوصا المؤمن المسلم، يعني يلبس نظاره شمسيه في عز الليل حتى ما يشوف نهائيا. يعني نبي الإسلام بذاته حط عينه على مرت ابنه، يعني للأسف. والمجتمع السعودي حاليا زنا المحارم الموجود 25%، يعني رقم خيالي، رقم يعني ما بتوقعه البشر. يعني فمسألة انه الملحد بالعكس، يعني الملحد يرفض زواج الأقارب، يعني زواج الأقارب يؤدي إلى أمراض، فيرفض زواج الأقارب، فكيف بده يعني يفكر بأمه ولا أخته؟ يعني الأخلاق الموجودة عند الملحد، كل مؤمنين العالم لم يصلوا لها، يعني كل الديانات العالم لم تصل لأخلاق الملحد. وأنا أتحدى كل المؤمنين أنه يصلوا لأخلاق الملحد. يعني المسلمين يتكلمون عن الأخلاق، تعال نشوف القرآن شو فيه، سمى بالحمير وبال يعني هل شتائم هاي ما علينا. يعني أنا آسف يعني شوية استطرت، يعني أخذني الحديث بهالمجال، بس المهم. طيب أختي، يعني خلينا نقول شو أهمية إنه نوعي الناس، نوعي أهالينا، نقول لهم أنتم عايشين في كابوس اسمه الدين، نقول لهم أنتم عايشين في انحطاط، شوفوا الناس مثلا الأوروبيين الأمريكيين وين وصلوا، الناس عم تفكر كيف تتواصل مع يعني تتواصل مع كائنات فضائية، حضارات أخرى، تصل للنجوم، تصل للمريخ، تصنع اللحمة، تطول عمر الإنسان. يعني شو أهمية أنه نوعيهم؟ حاج قتل، حاج تدمير، تفضل. مهم جدا طبعا، يعني تعرف صار للأسف الدين وقت الحالي لأن سوري، يعني لما أرجع 20 سنة وراء كان الوضع أحسن بكثير. يعني صار الدين، كان الدين شوية عبارة عن تلاقيه بغرفة، يعني وقت الصلاة، وقت الحج، ووقت الصيام بس. بس الحين احنا صرنا ناكل دين ونشرب دين وننام دين، وحياتنا صارت كلها، يعني احكي عن المجتمع اللي انا كنت فيه، يعني ان هم صايرين مسيرين تماما للدين. يعني وانت لو يعني تعرف شيء، اكثر شيء بيضحكني ساعات انه افتح المواقع تبع الفتاوي، يعني تشوف الفتاوي كيف الناس يعني مهووسه لابسط شيء سخيف، يعني يسالون الشيخ هل انا اسويها هالشي ولا لا. يعني محتاجين الدين بكل ركن، بكل نفس، بكل ذرة. وهذا الشيء مزعج جدا، لأنه
يا عمي انت متدين بيني وبينك، بينك وبين نفسك يعني، بس يعني لا تجبرني ولا تخرب علي حياتي ولا تبهدلني، لانه انا حاليا اقدر اقول انه انا اتضررت كثير، انه انا الحت لهالسبب انا هنا يعني، يعني انا خسرت اشياء كثيره عشان بس انه اقدر اطلع برا واقول انه انا ملحده او انه انا عندي ميول مثليه بس عشان اكون نفسي. فانا ما احب انه نعيش بهالوضع للابد، نحتاج انه احنا نغير ويكون في توعيه، وان الناس تفهم انه الملحد هذا واحد مثلك ويمكن احسن، لانه هو ما يحتاج لكتالوج يقول له شو يسوي، هو بالعكس محترمك. واعتقد لو الملحد حكم اي دوله من دول العربيه راح يتغير الوضع تماما، يعني ما راح يروح ينتقم من المسلمين ويدخلهم غرفه ويحرقهم، يعني ما راح يعمل هالشيء، بالعكس راح يحترم وراح يعطيهم المساحه اللي هم فيه طالما انهم ما يضرون احد ولا يفجرون مبنى ولا يقتلون احد. فاحنا محتاجين لهالنوع من التوعيه عشان الناس تعيش بامان، يعني حرام انه كل واحد يخاف يوصل لمرحله انه يخاف من اهله ويخاف من الزوج، يخاف من مرته، او يعني للاسف الملحده وضعها أسوأ، لانه راح تطلع من سجن بيت اهلها وما راح تقدر تختار الزوج اللي راح ترتبط فيه وهي ملحده، وفي النهايه ترتبط بزوج مسلم ترجع تكفي نفاق وازدواجيه وتخاف على نفسها من زوجها. يعني انت متخيل مقدار الخوف والرعب اللي ممكن الواحدة تعيشها، وتروح تربي اطفالها على الدين وهي مش مقتنعه فيه، بس لمجرد انه هي هذا البيت اسلامي برا يعني. فحرام ان الواحد يضيع حياته كلها، يضيع طفولته وشبابه وشيبته وهو عايش بخوف وعايش برعب، او انه يخسر اشياء كثيره لمجرد حق طبيعي. يا اخي انا ابي اختار طريقه حياتي، هذه حق طبيعي جدا يعني، ما لك الحق انك انت تفرض علي، ولا لك الحق انك تكرهني، ولا لك الحق انك تجي تقتلني. فنحتاج الوعي عشان نتخلص من هالرعب، الفيلم الرعب اللي احنا نعيشها بالعالم العربي. برأيك يعني هلا شو هي الوسائل اللي ممكن نوعي فيها الناس؟ شو ممكن نعمل يعني حتى الناس توعى، الناس تفكر، يعني اقل شيء تفكر، تبدا تفكر. نحن ما نقول لازم نصحى الصبح نخليهم كلهم ملحدين بالتاكيد، بس شو هي الوسائل اللي نخليهم مثلا بلشوا فكروا يا اخي، بلشوا فكروا، اقروا دينكم يعني، تفهموا دينكم يعني، انتم ما فهمانين دينكم، شو الوسائل ممكن توصلنا لهالمرحله؟ تفضل. بالضبط، هو انت ضحكتي لما قلت لي اقروا دينكم، لانه هو اول شيء، اول كلمه راح يقول لك اياها المسلم لما تناقشه يقول لك ان احنا القران نزل بكلمه اقرا. اوكي يا اخي ابدي بنفسك واقرا. انا لو عليا يعني، انا لو احكم دوله يعني، هي يعني طبعا تجربه يعني افتراضيه، بس راح اخذ كل مسلم واحطه على غرفه ومن غير ولا شيء، واعطيه كتاب واحد بس واقول له انت ما راح تطلع من هنا لما تخلص هالكتاب، ومش بس تقراه، بس هي مجرد قرايه ومن غير ما تفهم، انا راح اتناقش وياك بالكتاب اللي انت تقراه بعد ما تطلع. اذا عرفت، اذا قدرت تناقشني وحسيت انك انت فعلا فهمت الكتاب، مش بالضروره تقتنع بس فهمت، هذاك الوقت راح اطلق سراحك. يعني احنا نحتاج نقرا اكثر، هو الحل بس بالقرايه. يعني انا مثل ما قلت لك، يعني انا كانت صدمه بالنسبه لي لما شفت اهلي مش عارفين. انا ما قاعد احكي عن العلم ولا الفضاء ولا الاحياء، انا كنت احكي عن صحيح البخاري اللي هو كتاب ديني بحت يعني، بس ما كان عارف شو موجود بالكتاب نفسه يعني، لانه ما اعتقد انه في اي شخص، انا لما تربيت ما اعطوني صحيح البخاري وقالوا لي قري. يعني حتى القران لما نقراه من غير ما نفهمه. انا كنت احفظ قران بس ما كنت افهم القران يعني انا الحين ساعات صرت امسك القران، حاليا ما عندي قران اوكي، بس لما كنت في الامارات بعد ما الحد كان عندي، كان ما زال عندي المصحف، فافتح واقرا يعني انصدم، اقول يعني معقوله انا صار لي 10 سنين اقرا هالايه ومن غير ما اشمئز، ولا اقول هذا محمد شو قصته يعني، شو السالفه، ليش قاعد يقول يعني، انت عارف يعني
صارت عندي صدمة. فيعني الواحد ينصدم انك حتى ولو انت متدين انت ما قاعد تقرأ القرآن بتدبر. انت قاعد مجرد تحفظ وتحاول تخلص الجزء قد ما تقدر بس من غير ما تفهم. احنا نحتاج انه يكون في نوع من التوعية انه الناس تفهم وتقدر تقرأ وتستوعب اللي هي تقرأ كل حيادية عشان نقدر يكون فيها الوعي. بالضبط. وأنا أضم صوتي إلى صوتك، يعني يا جماعة اقرأوا 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 بالعلوم الفلكية، اقرأوا بالفيزياء، بالبطيخ المبسمر، بس خلونا نغير شوي يعني من قراءاتنا. للأسف يعني إني حاطين يقرأ، ما يعني معظمهم لا يقرأ، واللي يقرأ يقرأ لي بتفسير ابن كثير والقرآن. للأسف يعني القرآن إذا فيه خلينا نقول 20-30 ألف كلمة كل القرآن، بتلاقي المفسرين في شي 100 ألف مفسر، يعني لكل كلمة في القرآن في 3-4 مفسرين يعني. ويقولون لك إنه بلاغي والحكي اللي لا يقنع غير الأغبياء للأسف. طيب أختي، شو رأيتك لمستقبل الملحدين؟ شلون شايفة المستقبل الملحدين؟ يعني هذا سؤال مكرر لكل الضيوف يعني، فتفضلي إذا اسمحي. بصراحة المستقبل مشرق جدا. أنا شخصيا، إحنا قبل نضيع الحلقة حكيت لك إنه أنا متفائلة جدا، بس مش متخيلة إنه التغيير راح يصير بسرعة. يعني حاسة أنه أنا راح أموت وبعدنا ما راح نوصل لهالمرحلة. أنا ما راح أقول أنه ما راح يصير تغيير، بس مش هذاك المستقبل اللي أنا أتمناه، اللي هو حلم كل ملحد سواء كان مغترب أو بعد عايش بالخزانة أنه يعيشها. هذا راح يحتاج وقت شوية، يعني تقريباً ما أعرف 70-80 سنة يمكن على الجيل الجاي. يعني لأنه حالياً الأجيال اللي قاعدة تطلع هي اللي قاعدة تقرأ أكثر، أو في إنترنت. هذا الإنترنت خرافي، يعني إنه يوصلك كل شيء بدقائق. يعني فأنا حاسة إنه بعد فترة هالأجيال لما تكبر وتكون أسر راح تكون التربية مختلفة، لأنه التربية هي الأساس، هي اللي تدمر حياة الواحد أو إنه تصلحها. فإذا تغيرت التربية وتغير المنهج، يعني إحنا محتاجين نغير المنهج التعليمي بالمدارس، لأنه بصراحة مصايب. يعني اللي تعلمتها، أنت متخيل إنه أغلب الأحاديث اللي تعلمتها بالمدرسة طلع إنه هي أصلاً أحاديث ضعيفة. بعد ما طلعت المدرسة اكتشفت إنه هي أحاديث ضعيفة أصلاً. فيعني نحتاج إن يكون عندنا تغيير بالمنهج، بحيث إنه نتخلص من الدين، ويكون مش بكل مادة بالأحياء وبالكيمياء وبالفيزياء نلاقي لازم شيء له علاقة بالدين. يعني قاعدين يعبون الدين بكل مكان. نحتاج ندرس بحيادية عشان إن نوصل لمرحلة من التوعية. لهالسبب أنا أقول إن التغيير ما راح يصير سريع، لأنه الأجيال ما زالت القادمة بعدها قاعدة تتغذى أو تنغزل دماغياً، فراح تحتاج شوية وقت. بس يعني أتمنى أكون متفائلة مثلك. يعني أنا متفائل جدا. يعني أنا يعني مسألة الإنترنت ليست سهلة، يعني صدقيني من 5 سنين الوضع كان يختلف نهائيا. من 5 سنين كان ما كان الملحدين بهالشكل، بهالكسرة، بهالتعمق في يعني المؤمن عم بيدخل على صفحة إلحادية، بيدخل بطل شجاع يلا أنا جاي 7 البرمبة. يعني بتلاقي بعد فترة 6 شهور 7 شهور أعلن إلحاده. يعني هذا أنا شايف وملتمس هالشيء هذا. يعني شايف كثير أصدقاء أعلنوا إلحادهم خلال 6-7 شهور دخلوا المواقع الإلحادية. والمسألة إنه الإنترنت صار بالموبايل، وشباب هالوقت خصوصا مثلا نقول بلش عمره 14-15 ويكون عنده تساؤلات كثيرة، وكلهم عندهم موبايلات وكلهم عندهم فيسبوك. فالمسألة يعني كثير أنا برأيي عملية سريعة الوتيرة
وتتسارع، هي انقلاب 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 حضاري اللي عم بيصير. فهي فكرتي يعني، هي هذا تفاؤلي بالأصح يعني. طيب أختي، بدنا منك كلمة أخيرة، وصلنا لآخر الحلقة، فكلمة أخيرة بتوجهيها لجمهور البرنامج، للملحدين، للمؤمنين، لكل الناس، شو بدك تقولي؟ تفضل. شكرا. بصراحة الملحدين أول شيء أنا حابة أشكرهم، يعني يمكن أنا ما عرفت كل الملحدين شخصيا، بس كانت في كثير صفحات كانت السبب إنه أنا أبدي أفكر. يعني هو البداية كانت بس إنك أنت بس تبدي تفكر يعني، ومن ضمن هالصفحات هي صفحة العلم يكذب الدين. يعني أنا صار لي أتابعها من فترة طويلة يعني، يعني أول ما بديت مرحلة الشكل الإلحاد يعني كنت دائما أقرأ، وكان يعني كثير يخليك تقتنع يعني بالبراهين وبالأدلة من كتب الإسلام نفسها يعني. فبجد أنا حابة أشكرهم كلهم. وثاني شيء، إحنا ما عندنا أدعية، إحنا ما راح ندعي إنه الله يدمر اليهود، ولا ما راح ندعي تصير معجزات، ولا إنه يتحرر فلسطين. إحنا ما نؤمن بالأدعية. إحنا الملحدين لازم نتحرك ونعمل تغيير من الداخل، لأن الأدعية ما راح تفيدنا، ولا الأمنيات راح تغير أي شيء. فأوجه رسالة لكل ملحد إنه يحاول يسوي تغيير ولو بسيط جدا، حتى بغض النظر، طالما الموضوع ما راح يكلفك حياتك، اعمل اي تغيير. تحاول انك انت توصل شخص واحد على الاقل بحياتك الى النور يعني، حتى ما توصله يعني، دخله بدرب الشك وهو لحاله راح يكمل مشي وراح يلاقي طريقه. فيعني انا حاسه انه هذا الشيء كثير مهم، كثير مهم، عشان انه احنا نقدر ننقذ حياه كثيرين يعني في المستقبل. وانت عارف احنا صارت حياتنا بالعالم العربي ارخص من قوط البيبسي يعني. فنحاول انه نشتغل اكثر ونغير اكثر ونسوي اللي علينا يعني، وان شاء الله ان شاء الله بعدها الترسبات موجوده ترى. وبتمنى انه يكون فعلا المستقبل مشرق وقريب جدا يعني، أقدر على الأقل أطمن إنه بكرة أقدر أخذ بنتي للإمارات وأربيها بالطريقة اللي هي تحبها، وإنه تعيش مع أهلها وتتعرف على أهلها من غير ما تخاف، أو من غير ما أنا أخاف أصلاً يعني. حرام إن الواحد يضطر يضحي بكل هذا بس عشان يعيش طريقة معينة. فلازم إحنا نعمل شيء عشان ما يظل الوضع بهالطريقة يعني. أما بالنسبة لغير الملحدين فهي كلمة واحدة بس يعني، اقرأ. ما عندي أي شيء ثاني. أنا أحترم كل شخص غير ملحد، أنا أحترم كل شخص حتى لو كان متدين يعني، بس بنفس الوقت يعني أنا أحب إنه كل شخص يفتح له كتاب حيادي ويقرأ، لأنه أنت مجرد فكرت، حتى لو أنت اقتنعت إنك أنت بعدين صح مش مشكلة، بس دور وأبحث وأقرأ وبعدين قرر اللي انت تبيه يعني. حتى يعني وانا متيقنة انك انت حتى لو ضليت على دينك راح يتغير اشياء كثيرة، راح تنقح الدين كله وراح تحذف اشياء كثيرة. واذا هذه هي الطريقة اللي انت تبي حابب تعيشها انت حر يعني، بس توصل لمرحلة انك انت تعرف كيف تتكلم معي من غير ما تشتمني، من غير ما تهددني، لان الواحد حاليا صار يلاقي تهديدات وشتائم بكل مكان يعني بالسوشيال ميديا. فيعني وانت اصلا مش ما قاعد تناقشني بمنطق يعني. فبدل ما تشتم اقرا كتاب واحد وتعال اختار هالكتاب وناقشني فيه، حاول اقنعني انه هذا الكتاب غلط، وهذاك الوقت انا راح اقدر اتكلم يعني معك. وبس، وشكرا يا جان. شكر شخصي لك انك انت استضفتني للحلقه. شكرا لك، شكرا لك اختي، وشكرا لقبولك دعوتنا. يعني في شغله انه المؤمن اللي طبعا الأغلبية لا يحبون القراءة، يا أخي إذا ما بتحب القراءة في عندك فيديوهات، في عندك وسائل يعني ممكن توصلك لنفس المرحلة اللي وصلك ممكن يوصلك الكتاب يعني. فوسائل العلم، وسائل المعرفة صارت كتيرة يعني، ما في إنه كتاب أو قراءة أو شيء، في فيديوهات كتير سهلة وأسهل طبعا للعقل الغير متعود للقراءة. خلينا نقول ممكن توصلوا لنفس النتيجة، نفس الفكرة يعني. شكرا كثير لك أختي نيساء،
ويعني بتشكرك كثير على حضورك، وشكرا لكم أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في حلقة قادمة. شكرا لكم. شكرا.